نادية نادية. أيوة يا أحمد، بس باكل الأولاد. بسم الله يا بابا. قولوا الأول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نادية معانا عشان تطول وتبقى حلو. سيدة سيدة. نعم نعم. تعالي اقعدي شوية مع الأولاد لغاية ما ياكلوا. سيادتك مش قلتيلي نغسل الصحون اللي في الحوض الاول؟ بلاش بيهم دلوقتي، ضروري يا حسن تاكل رغيفك ده كله. حرام. وانت يا نواف اوعي تقومي لما تخلصي الرز ده كله. حاضر يا ماما. برافو عليك يا حبيبي. مفيش حاجه حلوه معايا يا ماما. اللي هياكل كويس هجيب له حته كنافه قد كده اهو. ايوه يا احمد، ما غيرتش هدومك ليه؟ ايه مالك يا احمد؟ ايه اللي جاب دي هنا؟ هو ده اللي مزعلك؟ بقول لك ايه اللي جاب دي هنا؟ انا طبعا نزلت الصبح انا ومفيده هانم واشترينا كل واحده علبه من الاجزخانه اللي على ناصيه الشارع. مين اللي قالك عليها؟ الدنيا كلها بتقول عليها. ايه ما بتقراش جرايد؟ الحاجات دي مش عاوزه تخش بيتي ابدا. الله، احمد ليه كده؟ انا بقول لك الحاجات دي ما تخشش بيتي مره تانية ابدا. تبقى غلطان قوي يا احمد. انت اللي غلطانه. انا متجوز عشان اخلف، علشان اجيب ولاد، مش علشان اتحرم منهم. تجيب ولاد؟ امال ايه دول اللي بره؟ قطط. مش كفاية الراجل ضروري يكون عنده سبع تمن ولادة. ست نادية، أمال أنا أخدتك ليه؟ أخدتني ليه؟ إيه اللي بتقوله ده يا أحمد؟ أبويا كان عنده ست ولاد، ولو ما كانش مات بالسكتة وهو صغير كان زمان عنده 10 12 طفل دلوقتي. طب بس بس بلاش خناق، نتكلم بعقل. أنا عايز أقول لك بس من فضلك، مش عايز أسمع حاجة أبدا، وشيل الفكرة دي خالص من دماغي. يعني مش قادره يا سيده تناوليهم الكنافه؟ سيادتك قلتي لي اقعدي مع الاولاد قعدت، انما ما جبتليش سيره كنافه ابدا. طب بس بس يلا روحي المطبخ. حاضر. والله يا دليل احتار مع سيادتك. ماما تعالى اكل معانا كنافه. ماما هو بابا راح فين؟ جاي حالا بس بيغير هدوم. تسلم ايديك يا ست الحبايب يا حل. بالهنا والشفاء يا حبايبي. سيده سيده. نعم يا سيادتك. خدي الولاد اغسلي لهم ايديهم ونيميهم. يعني قصدي سيادتك اسيب الصحون اللي في الحوض واغسل ايديني الاولاد اول ونيمهم وبعدين ارجع اغسل الصحون اللي في الحوض تاني؟ ايوه ايوه. معلش يا ماما هنغسل ايدينا بنفسنا. ايوه. ولا اغسل الصحون الاول وبعدين اغسل ايدين الاولاد ولا نيمهم اول ولا اعمل الثلاثه مره واحده واخلص؟ بس شدنا بقى يا ماما. ايوه يا حبيبتي جايه وراك على طول. خش نيمي الاولاد. انيم الاولاد الاول ولا اغسل الصحون؟ بس بقى. حاضر انا غلطانه، حقك عليا، ما تزعليش. معلش انا السبب في كل حاجه. معلش. الله، على فين يا احمد؟ نازل. مش عادتك يعني؟ مش عادتي مش عادتي، هنزل اتمشى شويه. اجي معاك يا احمد. لا مش هغيب. انت لسه زعلان عشان حكايه العلبه دي يا احمد؟ طبعا زعلان، وكل راجل يزعل من الحاجات دي. ما تقولش بس كل راجل، انا والجيران النهارده كنا عند مفيده هانم واتفقنا كلنا على كده. والله يا ستي انت متجوزاني انا، مش متجوزه مفيده هانم بتاعتك دي. اهدى بس والنبي يا احمد، بلاش العصبيه دي. انا مش عصب يا استهانم. مش احسن يا احمد يكون لنا ولدين نعرف نربيهم كويس بدل خمسة ستة يدوخونا ويدوخوا معانا واحنا يدوب على قد حالنا؟ وحياتك يا احمد ده عين العقل. يعني انا مش عاقل؟ انا ما قلتش كده يا اخي، حرام عليك. يا ست ده شيء انا مسؤول عنه مش مفيدة هانم. انا عمري ما شفت ست ما تحبش الولاد زيك. بالعكس يا احمد، ده انا علشان بحبهم عايزه يكون عندي اللي اقدر عليه وعلى تربيته وسعادته. والحمد لله ربنا رزقنا بعيلين حلوين مستورين وكويسين، عايز ايه بس اكتر من كده؟ والله انا اعرف ان الراجل بعدد ولاده، والناس دايما تبص بصه احترام وتقدير للراجل اللي عنده اولاد كتير. بس احنا يا احمد اللي هنربي ونصرف مش الناس. على كل حال يا سيادتك، اذا كنتم ناويين تجيبوا ولاد كمان ابدوني خبر. عايزه ايه انت كمان؟ انا عايزه اقول اني ما اقدرش اشتغل في البيت في عيال اكتر من كده، انا لحم ودحم وشحم، ماليش حديد وفحم. انا حر يا بنت انت ببيتي واولادي. بس بقى يا سيدة. وانا حر انا كمان، كل عيل يزيد تزيد مهيتي جنيه، عيلين اتنين جنيه، تلاتة تلاتة، وهلومة. عاجب سيادتك عاجب سيادتك، مش عاجب سيادتك مش عاجب سيادتك. حسابي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الصحة؟ طب روحي روحي بلا قلبة مخ انت كمان. انا بكلم سيادتك بصراحة، انا نفسي قطعت الخلفة علشان تعب العيال ونعي همهم، ممكن على كده ما اخلف انا واخدم اولادي بدل ما اخدم اولاد الناس. طب ايه اللي حيشك؟ ما تجيب ان شاء الله 10. 10؟ ليه؟ اتخبطت في عقل سيادتي؟ ده انا عندي عيل واحد بس،
ويا ريت اقل من كده كمان. طب نقطينا بقى سيادتك بسكاتك. حاضر انقط سيادتك. هو بيصف العمر الا الاولاد وقدرتهم؟ اي والله يا سيده عندك حق. خشي شوفي شغلك بلا قلبك مخ. اغسل الصحون اللي بتحضر نايم الاولاد الاول. بس يعني ايه؟ هي ليها حق وانا ماليش استهانم؟ يا احمد ما تبقاش كده. وعلى كل حال ان كنت انت مش عاوزه تخلفي في غيرك كتير يخلف لي. يا ساتر للدرجه دي يا احمد؟ ايوه انا كده وعيلتي كلها كده ولازم تفهمي كده. ولا تحاوليش لا انت ولا مفيده هانم بتاعتك ولا البنت المسحوبه من لسانها دي تغيروا من طبعينها وعادتها. ايه مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير. الايجار ودفعناه، فلوسك وخدتها، الزبال وخد حسابه، عايز ايه؟ با انا قلت حاجه. امال عايز ايه؟ العلبه دي وقعت من عندكم جبتها ادي كل ما هنال. مش بتاعتنا وما وقعتش من عندنا. اجدي طب الحمد لله. ده انا كنت رايح الاجزخانه دلوقتي اشتري واحده اهي جت من السما. تشتري واحده؟ طبعا وعيش فايق ورايق واتمتع بابني عبد الرحيم. عايز ايه اكتر من كده؟ يا فرحتك يا ام عبد الرحيم. سلام عليكم. انا نازل. الاول ولا اسوي اوضه النوم بتاعتكم الاول ولا اطفي نار اوضه الاولاد الاول ولا اجي اقعد جنبك واقول لك مالك يا ستي الاول ولا خلص ده كله مره واحده ولا روح واخلي الحاجات دي لبكره. مسكنه مين دي؟ تلاقيها مأجره العيل ده عشان تشحت على حسه. يا شيخ حرام عليك، ما تحكمش على الناس قوام كده. عشان خاطرك انت بس، انما لو كان عليا انا كنت اوديها في داهيه. كتر خير. انا مش شحاته. مش شحاته تبقى حراميه. تعالي يا كوثر. غريبه ولا غريبه ولا حاجه، هم كده انا فاهمهم. والله باين معاك حق يا حمد، انت هتخليني اخاف العربيه.